رجل مسرح حقيقي، إضافة طبعا للأعمال المهمة جدا على مستوى الدراما التلفزيونية أو السينما. فبكرر طبعا تحياتي لحضرتك وتقدير كافة العاملين بمهرجان شرم الشيخ شبابا وكبارا، لأنه إحنا بنعتز بوجود حضرتك في الحركة الفنية والمسرحية. شكرا أستاذ ريان. هي بص، كان زمان في اهتمامات ثقافية في المدارس. أنا كنت في إعدادي، كان ليا أستاذ الموسيقى، فكان في زمان عيد العلم وعيد الأم والحاجات، وكنت في سن صغير كنت حافظ ثلاث أجزاء من القرآن، جزء عام وطلاب وصغر. فكنت أفتتح افتتاحية بالقرآن الكريم، وبعدين وأنا طالب في أولى إعدادي عملنا حاجة اسمها أبريه طلعت يا ما أحلام، معرفش مين سيد درويش معانا، مفيش. من هنا جاء ارتباطي بالفن. رحت ثانوي في شرس، وكان بيخرج لنا والد رامز وياسر جلال توفيق رحمه الله عليه. منور المسرح فيه والله، ساعة المشهد بتاعه الناس كلها يعني بصت حاسه في ممثل يطلع على المسرح، تبص تلاقي المسرح ضل ولا لمبه تطفي، وفي ممثل يخرج على المسرح تلاقي المسرح نور ولا في لمبه زادت. فده الحضور اللي ربنا مدهوله. ناهيك عن شخصيته كبني ادم، شخصيه سويه جدا، شخصيه عادله من الداخل، والعداله دي احنا مفتقدينها. بس شاك شوية. ها؟ أنا سعيدة جدا بيك، لأن بقالي مدة ما شفتكش، ولقيتك في المطار، فقلت الله إيه الراجل ده؟ الراجل اللي جاي من بعيد ده، وأنا نظر بعيد شوية، فلقيتك. فبرضو أنت من بعيد برضو عندك الحضور الجميل. ربنا يخليك. اشكرك جدا. لانها دي عشق الاول والاخير. بحبها جدا، وانا اقول بس جمله، واحب مخها جدا، لانها محل اعداد وتصل الى مناطق طول سريعه. عشان كده بعتز بيها جدا. وهقول لسبب، معلش عفوا. كان خلافي مع عصام عمر عكاشه، وكان في قاعده صلح في بيت روفي شاور الله يرحمه، هي ما جتش تعرف أخذتني على الكنبة مواجهة كده، وقالت لي إيه الموضوع؟ قلت لها مدام سميحة الراجل ده جرحني كذا 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 كذا. خد الجرس وقال كده، شوف أنا فاكر الجملة، قالت لي يا رياض أنت ليك حق، وأنا مش هقدر أضغط عليك. أنا رديت عليها برضه سريعا، قلت لها مدام سميحة أنا بشكرك على استيعابك الشديد للموقف، وأنا اللي هبقى حزين إن أنا مش معاك. خلص الامر. في جملتين. في بقى ناس بتقعد ترات وتعمل وده بصمام الركاشه، قلت لهم ايوه صمام الركاشه قيمه قد كده، وانا ايضا قيمه ان شاء الله. مسيرتك المسرحيه فيها كتير من الاعمال، لكن انا عايز اتوقف عن تجربه حضرتك الاشهر مع الاستاذ محمد صبحي في استوديو جوست. طبعا محمد صبحي فنان عبقري وجميل، وانا بحبه جدا على المستوى الشخصي، ويمكن هو بعت رساله قال احسن واحد قيمني في مصر هو رضا، وناقشت المسرح بشكل علمي. الكوميديا بتاعت محمد صبحي بناء هندسي تاثر فيها الجنين الرملي. صبحي انا راجل ملتزم في هوايه طبعا منهجي، عنده العقد بتاعه في مثلا بنك الحضور قبل رفع الصفار بساعة واحدة على الأقل. ممنوع ممثل يخش الممثل. بيهتم بالنظافة بالبروتوكول برفع الصفار في معاده زي المسرح القومي زمان، ودي كانت تقاليد السائدة، عكس ما حصل بعد كده من عشوائيات وفوضى وكواليس ممكن يبقى عندك ديل جوه في الكواليس عطلت عن الدخل. محمد صبحي ما عندوش حاجتين، لا إدارة مسرح ولا ملاقي. احنا في اثناء البروبات يقول لك البروبه اللي جايه تسميع. فانا ده منهج انا شخصيا اتفق معي. محمد صبحي عندما انا رايي عندما يؤرخ للمسرح هيؤرخ للحمص.
لأن مسرحه ملتزم بيحترم عقلية المشاهد، بيحترم قدامه، بيحترم حتى احترامه لجمهوره في ميعاده، في الكرسي اللي بيقعد عليه، في نظافة المكان، كل حاجة عنده بتربط، هو عدو التراب. البروجيكتورات الليرس بتنزل كل اسبوع، والبروجيكتورات كلها العدسات كلها بتتلمع. بص للعدسه كده تلاقيها بتبرق، لانها والله دي رقصة المولى عز وجل. ما من الدحيح، انا اتخرجت ودخلت الجيش وخرجت. انا دفعتي انا الفاروق في الشمس الدفعه الاوليه، يعني كل دول اصبحوا موهوبا. انا عادي كنت بشتغل على الاستحياء، حاجات بسيطه في اللا محسوس، يعني ما تحسهاش قوي. ان انا قعدت 18 سنه اقول لك حاجه، انا مره دخلت نادي النقابه، كانت الدكتوره سميره محسن قاعده مع دفعه الطلبه، فقال لها مساء الخير يا دكتور، قالت لي تعالى ده احنا لسه في سيرتك. خير؟ قعدت مساء الخير يا شباب. ده هي بتقول لهم ايه بقى؟ بتقول لهم ما تستعجلوش، في اثنين نموذج للصبر. ده هي اللي بتقول رياض الخولي وتوفيق عبد الحميد، بس هناك فرق بينهما. توفيق بيمر بمراحل اكتئاب، رياض لا، ودي حقيقه. انا كان عندي ايمان شديد بالله، وهقول لك حاجه من التفزخيه، كانت والدتي بتدعي لي كل يوم 5 مرات في صلاتها. الله العظيم. ومره قلت لها في انترفيو في التلفزيون لدرجه المذيع كان عينه هتدمع. قلت له كده، انا مره قلت لها ما فيش، انا مره نسيتي، زعلت جدا. فست بتدعي لك 5 مرات يوميا. انا رايي ان ربنا قال لك بقى نور بالاشاره خضر الواد ده تعب شويه. فانا بس لكن كان انعكاس عليا عادي جدا، ولا عمري انا عمري في حياتي ما حقدت ولا خليت ولا خالص نهائي. انا مؤمن بالقدرات والملكات اللي انت بتملكيها وإرادة المولى عز وجل. وفي مسيرة الحياة حصل حاجات من هذا النوع كتير جدا، كتير خالص، يعني تبقى ربنا رايد. بس ببساطة لكن ما كنتش متضايق ولا زعلان ولا حاجة. ولا أما تقولي نجمة، أنا أقسم بالله العلي العظيم أنا ما بحبش كلمة نجمة دي. أنا ممثل ربنا أراد إن أنا أكون في الحتة دي. زي عارف الراجل اللي بيبقى في الشارع جذبته فوق دماغي بالادب والاحترام. كل يسر ما خلق له، ما تقوليش اي